يعني جمهور القيثارة طبعا، يعني الأمة القيثارية يعني جمهور عريق وكبير حقيقة، يعني طبعا جمهور الزوراء هي شوف حلاوة المباريات، شوف هذا المنظر الله، شوف اللي قاعدين، وشوف أنا متأكد أنه اللي برا أكثر زين، يعني احنا صح الدوري يعني أكثر الدوريات أطول دوريات، لكن شوف شغف الجمهور، صحيح. شوف حضور الجمهور صحيح. طبعا هذه الجهه الى الزوراء وهذه الجهه الى الاخضر. نعم. الى فريق كابتن، الواحد من يشوف المنظر هذا والله يتحمس. والله انا اتمنى يعني اتمنى ان يكون ملعب بمئة ألف متفرج. الله يا خاطر يصير يشيل الجمهور العراقي الدواق ومحب كرة القدم. لأنه أنا على بالي يوم قال أتمنى، على بالي كابتن فتاح مصيف يقول أتمنى ألعب المباراة هذه. لا لا لا، أنا أعطيك تشكيلة فريق الزوراء. جلال حسن يعني بالهدف، خط الدفاع هيتكون من حسين حكيم وسلام شاكر وعلي الحايمة ومصطفى محمد، يلعب أمامهم اثنين صفاء عدنان وأحمد فاضل، وعلى جهة اليسار حسين علي، وعلى جهة اليمين إبراهيم بايش، وراح يلعب فستن عبد الرزاق بوسطهم، ودافع مهاجم واحد هو اللي هو 4-2-3-1. هو يلعب 4-2-3-1 مهند عبد الرحيم اللي هو هداف الفريق. فأعتقد مثل ما قلت يعني الزوراء يلعب بهاي التشكيلة أو بهذا التكتيك منذ بداية الدوري، ما عنده فريق قوي وفريق ضعيف وفريق هذه نفس الطريقة اللعب، ما يدري 4-2-3-1 ويقدر يسجل أهداف لأن عنده خط وسط عالي، يعني حسين علي، إبراهيم بايش، وفستان عبد الرزاق دولة، ممكن مع صعود أحمد فاضل يعني لاعب سريع، صفاء عدنان من جهة اليسار، فأعتقد راح يلعب التوازن عالي. نعم كابتن، أنا بس أريد أعطي حق اللاعب مهند علي، هذا اللاعب الشاب اللي يسموه بالعراق ميمي، الله هذا سجل 15 هدف. نعم هذا يعني أنا خلي ذكر الجمهور أنه هذا اللاعب حيكون إن شاء الله إذا الله يحفظه على مستوى العربي، وعلى أنا أتصوره هالسنة أو السنة الجاية ينافس من أفضل اللاعبين على مستوى آسيا. نعم جميل جدا، أكيد نتمنى التوفيق لهذا اللاعب اللي أشاد في الكابتن وميض منير. اخذ توقعاتكم قبل ما اسلم. والله اهلي اروح للتعادل. تعادل ايجابي ولا سلبي؟ سلبي. الكابتن اليوم متحفظ جدا، ما عجبك؟ ما عنده، لا اليوم ما عندي تعادل سلبي. اليوم في اهداف ان شاء الله على حضور الجماهير حتى الكبير. اذا الشوط الاول اذا اروح للزوره 1-0 او تعادل ايجابي 1-1. تعجبني كابتن، يبي اهداف اليوم الحاصل. انا اتونس بالاهداف لانه من تطلع علي اهداف ارتاح. الله عليك كابتن. كابتن فتاح نصيف الحارس المونديال المنتخب العراقي، شكرا جزيلا لك كابتن. جيب الذهب المونديال المكسيك 86، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، سهره رمضانيه كرويه عراقيه ان شاء الله نستمتع من خلال هذا اللغه وتحضر الاهداف. ننتقل الان بالصوت والصوره الى معلق المباراه زميل العزيز حسام المحمد. لك الكلمة حسام.